ما التصريح جاء قبل قليل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة أحمد ينار، الذي أكد بأن اللجنة العليا حتى ساعة إغلاق صناديق أو مراكز الاقتراع أبوابها لم تتلقى أي شكوى من مراكز الاقتراع، أي ربما بعبارة أخرى لم يكن هناك أي خروقات لسير العملية الانتخابية في عموم المدن التركية. وربما هذه مفاجأة على غرار الانتخابات الماضية التي كان يحدث فيها بعض المشاكل والفوضى والشجار أحيانا في بعض مراكز الاقتراع، لكن اليوم وعلى غرار الدورات السابقة في الانتخابات التركية اللجنة العليا للانتخابات تؤكد أنها لم تتلقى أي شكاوي. وربما هذا التأكيد سبقه إلى ذلك المسؤولون الأتراك الذين أكدوا صباح اليوم، ولا سيما وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، بأن سير العملية الانتخابية تسير على ما يرام، وهناك أكثر من 600 ألف عنصر شرطة وأمن كانوا يحمون سير العملية الانتخابية، وسوف يواصلون عملهم حتى ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم إلى حين صدور النتائج النهائية غير الرسمية، وربما بعد الساعة التاسعة بحسب التوقيت المحلي ديما سوف يرفع الحظر، وسوف تبدأ وسائل الإعلام والوكالات المحلية بنشر النتائج أولا بأول، وربما مع حلول الساعة 11 ليلا، وكما جرت العادة طبعا في الانتخابات السابقة تكون النتائج النهائية غير الرسمية قد ظهرت، وربما ساعتها سوف يكون هناك انتصار أو احتفال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو ربما غريمه كما كليتشدار أوغلو. لكن ربما كما ذكر أحمد للمفارقة ديما، هذه أول مرة منذ استلام حكم حزب العدالة والتنمية الحكم أردوغان يغادر إسطنبول إلى أنقرة مبكرا، وعلى غير العادة لن يلقي كلمة هذه المرة هنا، وسوف يلقي كلمته من الشرفة في العاصمة التركية.